أخوتي الكرام، تمر بلادنا في هذه اللحظة من تاريخها بمنعطف حساس بكل المقاييس، حيث نقف على أعتاب مرحلة تناوب سلمي على السلطة انطلاقا من مقتضيات الدستور ونصوصه الصريحة والصارمة. وهي فرصة لنا جميعا معاشر السياسيين والمهتمين بالشأن العام للتوقف والتأمل في هذه اللحظة الفارقة في مسيرة موريتانيا الحديثة، تقييما لمن قضى من تاريخها واستعدادا لما هو آت بحول الله وقوته من أحداث ومستجدات. وهنا لا نشاطر الإخوة في المعارضة وعلى رأسهم تواصل الخطاب الذي سعوا إلى تسويقه وبدون سند قانوني كمسلمة لا شية فيها، وهو التمدين الشكلي للحكم بطريقة لا تتيح لذوي الخلفية العسكرية المشاركة فيه حتى ولو أصبحوا خارج المؤسسة العسكرية. وهو خطاب أرى فيه مصادرة لحق دستوري وتطفيفا وحيفا بينا وتجاوزا صريحا لتجارب بلدان وأمم عديدة تعتبر مدرسة في العمل الديمقراطي الشوروي المدني. وبعد دراسة متأنية للساحة السياسية ومقارنة شاملة للأسماء المطروحة في الساحة الوطنية كمرشحين للتنافس على منصب رئيس الجمهورية لسنة 2019، واعيا بحاجة الماسة لشخصية جامعة قوية ذات خبرة وأمانة وحلم وأناة ومع احترامنا للجميع، فإن المشروع الوطني الذي ننشده يجد حظه الأوفر لدى المرشح محمد والشيخ محمد أحمد الغزواني لما أحباه الله به من كفاءة عالية وصفات حميدة وعلى رأسه الحلم والأمانة والأناة. ولا نزكي على الله أحدا، فقد خدم هذه الدولة انطلاقا من مركزه العسكري فأنجز ويتقدم اليوم لخدمته انطلاقا من موقع قيادة المدنية ليرفع التحديات ويمضي بالبلاد بإذن الله تعالى وعونه نحو التغيير المنشود والملح والذي يطمح إليه الجميع، استنادا إلى وحدة وطنية جامعة وسلم أهلي حقيقي لا يستثني أحدا. وبناء عليه